الإسلام أولاً الإسلام يأتي من مشتقاته السلام والتسليم والاستسلام والسلامة، كل هذه تأخذ من هذا الفعل. لكن الإسلام عندما يكون لشخص لآخر يقول له أسلم يعني الاستسلام، وقد قال سليمان لبلقيس وأتوني مسلمين عم يطلب منا الاستسلام. التعبير أو اللفظة إذن قديمة بحسب القرآن. نعم. اثنين، لكن الإسلام لله سبحانه وتعالى هو التسليم وليس الاستسلام. الله ما طلب منا الاستسلام، طلب منا أن الإيمان بالله وأن نسلم أن تكون مسلمة. والإسلام في هذا النوع في هذا المفهوم له ثلاثة أبعاد. البعد الأول البعد الكوني، والبعد الثاني البعد العالمي، والبعد الثالث البعد المحلي. ثلاث أبعاد له أو له ثلاث مستويات. أنا آسف، ثلاث مستويات: المستوى الكوني والمستوى العالمي والمستوى المحلي. نحن توقفنا عند المستوى المحلي، هنا وقفنا لسبب ما عم ندير نتمه. المستوى الكوني: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم طوعا وكرها. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقلنا الألوهية والربوبية، الربوبية كرها والألوهية طوعا، لأن نحن كرها شئنا أم أبينا فالله رب الناس جميعا ورب العالمين ورب كل شيء، شاء البشر جميعا رب كل شيء، رب الزمان والحيوان هو ربنا، ولكن إله العاقل. ولو أسلم من في السماوات والأرض. ولو الإسلام هو يقوم على مسلمة الإيمان بالله واليوم الآخر، نقطة. ينتظم الكون جميعا، هذا يعني إذا كان هناك مخلوقات عاقلة في الكون في كوكب ما دريانين في الله درياني. جميل، المعنى جميل. إجاهم رسل تانية، إجاهم تانية ما بيهمنا، بس إنه درياني مثل ما نحن إنه في الله. نعم. لا سؤال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حتى يقول لك مو بس من باب الربوبية، من باب الألوهية، معناته في عاقل. جميل، معناته في بالكون في عاقل. هذا العاقل بمفهوم الإيمان بالله مثلنا مثله، يعني هو يؤمن بالله ونحن نؤمن بالله. أما شعائره إلى آخره، قيمه ما بنعرف. أما الإيمان بالله واليوم الآخر موجود. نعم.